السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير في احسن احوالكم. اليوم غنشارك معكم جليل بات بتشكيلات رائعة انيقة كتستحق المشاهدة منكم. غنشارك معكم جلبات بات وكذلك بالدرس وبخدمة المعلم. فكما كتشوفوا معايا الجلبه هذه جلبه دو بياس بالقميص ديالها، فالقميص ديالها مخدوم بالطرز وبتنبات. شوف كما كتشوفوا معايا الخديمه ديالها كي جات انيقه. نمشيو لهاد الموديل هذا اللي كيجي حتى هو بالدو بياس، كتجي الجلبه بالقميص ديالها، فالقميص ديالها مخدوم بالرنده والعقيدات نص طوق كما كتشوفوه معايا. شوفوا معايا في الصورة كتقربكم أكثر الخدمة كيفاش مخدومة، وجلبة كذلك كيفاش ملبوسة. نمشيو هذا الموديل هذا كذلك، فكما كتشوفوه معايا كيجاب اللون الأسود والأبيض، جات واحد الخديمه اللي هي غزاله وانيقه. فكما كتشوفوا معايا واحد الخديمه اللي هي جميله. جا القميص ديالها بالخديمه بالطراز وبالرنده. نمشيو هذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا كذلك، جاب الجلابه بالقميص ديالها، فكما كتشوفوا معايا القميص ديالها جاب الرنده كذلك، وجات واحد الخديمه اللي هي سامبل وزوينه انيقه كما كتشوفوا معايا. واحد الخديمه اللي هي زوينه، شوفوا الخدمه ديال الرنده كي جات غزاله كتحمق ما شاء الله. نمشيو بالنسبه لهاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا، جات في الطرز في الصدر والعقيدات كذلك، والطرز عندنا في الكميمات، فكما كتشوفوا معايا في اللون الاحمر كي جات غزاله جات انيقه. وكيف كتشوفوا معايا هاد الجلبه هذه جايه دو بياس، جلبه بالقميص ديالها لاكوب مخزنيه، وجاية بالطريز في الصدر وفي القميص ديالها كذلك، وفي الكميمات جاية اللون في اللون كي كتشوفوها معايا، وكذلك جاية نص طوق ديال العقيدات، وفي الخديمة ديال الطرس كذلك في الافتتاحات. بالنسبة لهاد الجلبة هادي كما كتشوفوها معايا، جات باللوينات اللي هي غزالة كتحمق كما كتشوفوها معايا، وجايه بخدمه المعلم، جايه بالعقيدات، جايه سامبل ما شاء الله، ولكن جايه غزاله ما شاء الله. نمشيو هاد الجلبه هادي كما كتشوفوها معايا، جايه بلاكوب مخزنيه وبخدمه المعلم، هنايا في الصدير وعند الكتيفات وفي الكمام، وجايه بنص طوق ديال العقيدات وبالفتيحات كما كتشوفوها معايا كي جات انيقه. وبالنسبه لهاد الجلبه هادي كما كتشوفوها معايا، جايه دو بياس بالقميص ديالها، جايه الطرز في القميص ديالها وفي الكميمات ديال القميص ديال الجلبه، وجايه سامبل ولكن جايه انيقه ما شاء الله كما كتشوفوها معايا. وبالنسبه لهاد الجلبه هادي فكما كتشوفوها معايا، جايه حتى هي دو بياس، جايه بطريز في القميص ديالها في الفوق ديال الجلبه، كي جات بواحد اللويه اللي هو غزال ما شاء الله، واحد الخديمه اللي هي سامبل وزوينه كتحمق. نمشيو هاد الجلبه هادي حتى هي كذلك، جايه بالقميص ديالها، القميص ديالها كما كتشوفوه معايا مخدوم بالطرز بالطريس كذلك في الكميمات وعند الصدر، وجايه الجلبه ديالها جايه بواحد الخدمه اللي هي سامبل ولكن انيقه ما شاء الله كما كتشوفوها معايا، كي جات انيقه في الصوره. هنا كتقربكم اكثر للجلبه
لهذا الموديل هذا. هنا كما كتشوفوا معايا جلبه واحده اخرى، طريز واحد اخر كما كتشوفوا معايا، فواغزال كما كتشوفوا معايا، واحد الخدمه اللي هي انيقه جايه بلا كوب مخزنيه، وجايه جلبه دو بيس جايب خدمه ديال الطريز في الصدر، وكذلك في اليدين عند الافتتاحات. لاكوب ديالها مخزنيه وجايب لون في اللون. وبالنسبه لهاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا جايب كريب دو سوا، وجايب خدمه المعلم هنا عندنا في الصدر وفي عند الكميمات، جايب لاكوب مخزنيه. فهنا الصوره هنايا كتقربكم اكثر للموديل كيفاش مخدوم. هنا كيبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون. وهنا كذلك يبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في النوع في اللون بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الابيض. كيف جات الجلبه؟ جات غزاله كتحمق ما شاء الله. نمشيو لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جات واحد الخدمه صدر جايه غزاله، جايه انيقه. وهنا عندنا في الكميمات هنايا جايه بالطراز المسلول، وجايه بالعقيدات نص طوق بصاله مخزنيه. هنا الفيديو كيقربكم اكثر للجلابه. نمشيو هذا الموديل هذا كذلك كما كتشوفوه معايا، كيجا جلابه بالقميص ديالها بالعقيدات من الفوق حتى للتحت، وجايب الطرز المسلول كيجات كتحمق غزاله وانيقه. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جاي جلابه بالقميص ديالها فهاد السنه هادي اللي دارج، هو جلبه دو بيس بالقميص ديالها. فكما كتشوفوا معايا جلبه جايه براندا سامبل ورقيقه، واحد الفصاله اللي هي مخزنيه زوينه. كما كتشوفوا معايا اللوينات رائعين، كاين واحد التناسق ديال الالوان اللي هو غزال كما كتشوفوا معايا. وجات بالدريس كما كتشوفوا معايا في القب. وهنا كيبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا. قولوا لي في لي كومونتير، خلوا لي في لي كومونتير اين موديل عجبكم في الجلبات. بالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا، واحد الجلبه اللي جايه بلا كوب مخزنيه، وبالخدمه ديال الطرز في الصدر، عندنا العقيدات نص طوق كذلك، عندنا واحد البصاله اللي جايه هنايا انيقه، واللوينات كذلك، واحد التناسق ديال الالوان اللي هو غزال ما شاء الله. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر للموديل. وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا التنبات وكذلك اللون الاسود، فهنا كما كتشوفوا معايا هاد الجلبه هادي كيجات بالتنبات في الصدر ديالها في اليدين، وجايه في الملاقيه حتى هي بالتنبات كما كتشوفوها معايا، كيجات غزاله وانيقه. نمشيو هاد الجلبه هادي كما كتشوفوها معايا كذلك، جايب اللوينات اللي هما غزالين ما شاء الله كيحمقوا، وجايب واحد الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله كما كتشوفوها معايا، هي جايه بلا كوب مخزنيه، جايه دو بياس. نجيب القميص ديالها، شوفوا معايا اللون اللي دخلوا معها اللي دخلوا ليها باش تخيط به، كيجات غزاله ما شاء الله. بالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا، جايب بخدمه المعلم، وجايب بهذا اللي سانتيو هادو في الجلبه، جايه غزاله، جي أنيقة بعقيدات ستوك كذلك. فهاد اللوينات هادو جاو في هاد الجلبة غزالة ما شاء الله كتحمق.
وكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وخلوا لي التعليق ديالكم، خلوا لي نجلة بالعجبتكم في هاد الجلبات هادو. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد الجلبه هادي كي جات بواحد لاكوبليه غزاله، شوفوا معايا لي شي حاجه اللي هي عصريه وانيقه. شوفوا معايا الجلبه كي جات سامبل، ومشوا لهاد الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، كذلك جاب جليبه بالقميص ديالها كي جات بالرندة كما كتشوفوها معايا، والرندة رقيقه في جليبه كما كتشوفوا معايا، واحد لاكوبليه مخزنيه، وجايب هاد اللون هذا اللي غزال خلى الجليبه تكون انيقه ما شاء الله. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا كيجا في الطرز المسلول مع التنبات، وكذلك جاب واحد لاكوب مخزنيه، وجيب العقيدات في الستر من السطوح كيجات بالقميص ديالها كيجات انيقه مخدومه اللون في اللون، كيجات انيقه وغزاله كتحمق. نمشيو بالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جيب الطرز عند الصدر هنايا، وجيب هنايا الطرز في الكميمات، كذلك جيب واحد لاكوب مخزنيه عقيدات نصدوق. ونمشيو هذا الموديل هذا اللي جا كذلك بالطرز، انا جايب اللون الابيض واللوينات اللي هما غزالين، كاين هنا واحد تناسق ديال الانوار اللي هو غزال ما شاء الله كيحمق. الجلبة هذه كتناسب العريسات ديالنا. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جيب لاكوب مخزنيه وجيب كريب دو سوا وبالعقيدات نصدوق، وكذلك بخدمه المعلم جايه هنا في الكتفات وعند الصدر. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جاي واحد الخديمه جايه غزاله كتحمق، عندنا الخدمه في اليدين، وعندنا الخدمه كذلك هنا نصدق، عندنا العقيدات نصدق، وجاي هذا اللون هذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود، فهي جايه زوينه كتحمق. ومشو هاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا، كي جات غزاله كتحمق كذلك، فهي باللون الاسود والاحمر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد الالوان هادو اللي عندنا بخدمة المعلم هنا في الصدر وفي اليدين كذلك، وجايب القميص ديالها مخدوم براندا. مشو هذا الموديل هذا حتى هو اللي جا انيق مخدوم برشمان كي كتشوفوه معايا، واحد اللوين اللي هو غزال ما شاء الله. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر للجلبه كيفاش مخدومه. وبالنسبه لهاد الجلبه هادي كما كتشوفوها معايا، لاكوب مخزنيه مخدومه بالتنبات في الملاقيه ديالها كامله تقريبا كما كتشوفوها معايا، واللوينات اللي داخل اللي مخدومه بها فهي غزاله كما كتشوفوها معايا. وبالنسبه لهاد الخديمه هادي كما كتشوفوها معايا، واحد الجلبه اللي هي غزاله فكتجيب التنبات في الصدر وفي اليدين، كتشوفوا اللوينات هنايا كاين واحد التناسق ديال الالوان اللي هو غزال ما شاء الله كيحمق. فانا الجلبه هذه كتجي انيقه كما كتشوفوها معايا. فكنتمنى يعجبكم هاد التشكيلات هادو ديال الجلبات المغربيه، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وتكونوا في احسن احوالكم.